اليوم انطلق موسم حصاد محصول الحنطة في عموم العراق وسط توقعات بموسم وفير يسهم بتعزيز المخزون الاستراتيجي من محصول الحنطة. هذا الموسم طبعا يعتبر من المواسم الاستثنائية بما يتعلق بصرف مستحقات الفلاحين بشكل مباشر وأيضا تسهيل آليات استلام المحصول من قبل مخازن وسائلهات وزارة التجارة. اليوم رئيس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني زار محافظة الأنبار وأعلن هناك عن بدء موسم تسويق الحنطة إلى مخازن التجارة وأيضا اطلع على آليات استلام المحصول وتسليم الفلاح مستحقاته المالية. أيضا تحدث عن قضية تحصل لأول مرة بهذا الموسم، هو أن الأسمدة المنتجة محليا استطاعت تغطية جميع احتياجات مزارعي الحنطة واستغلال الأموال التي كانت تصرف على استيراد الأسمدة وتحويلها إلى شراء منظومات ري حديثة. طبعا خلينا نشوف حديث السوداني بهذا الجانب، من بعدها راح ينضم ويانا المتحدث باسم وزارة التجارة السيد محمد حنون. تمكنا من تأمين الأسمدة المنتجة محليا، حيث افتتحنا مؤخرا في محافظة البصرة خط الإنتاجي في خور الزبير لإنتاج أسمدة اليوريا والذي يوفر بحدود 1000 طن، وكذلك الخط الإنتاجي لسماد الداب. لأول مرة يصل العراق بالمنتج المحلي إلى الاكتفاء الذاتي للخطة الزراعية، وأطلقنا الاستيراد لاحتياجات خارج الخطة الزراعية الذي مكن من السيطرة على أسعار الأسمدة وعدم ارتفاعها. نعم، نحن وجهنا المبلغ الذي كان مخصص للدعم والذي لم يصل أو يلبي الاحتياج الفعلي للمزارع، وجهناه لمنظومات الري بالرش ضمن رؤية اقتصادية في دعم المخرجات كأساس سليم للوصول إلى الإنتاج والمزارع الحقيقي الذي ينفذ. وهنا جاء قرار مجلس الوزراء ليثبت السعر الرسمي لاستلام محصول الحنطة 250 ألف. في الموسم القادم إن شاء الله سوف يكون هناك سعر تفضيلي للأراضي المزروعة بمنظومات الري الحديث قياسا للأراضي المزروعة بالوسائل التقليدية. إذن ينضم ويانا عبر الهاتف السيد محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة، حياكم الله سيد محمد. حدثني اليوم عن استعداد وزارة التجارة، عن استعدادها لاستقبال موسم التسويق لموسم الحنطة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لقناة بيزا الفضائية والتتابع وتواصل الموسم التسويقي محصول الحنطة الذي يعتبر هذا العام من افضل واكبر المواسم التسويقيه نتيجه الدعم الكبير اللي تريده الحكومه العراقيه والمتابعه الجاده من وزاره التجاره بشان تامين الوضع الغذائي لماده الحنطه، الماده الاستراتيجيه في الامن الغذائي العراقي. لذلك كانت جهود الوزاره كبيره في اعداد صفه تؤمن تسويق كل الكميات المسوقه من الفلاحين والمسوقين على امتداد ارض الوطن. وكانت هناك تنسيق مع الحكومات المحلية ومتابعة الأخوة والزملاء في الشركة العامة لإنتاج المواد الغذائية، الشركة القطاعية المعنية بتسويق الحنطة، وحقيقة الاستعدادات بدأت مبكرة. وسيد رئيس الوزراء رأس اجتماع خاص للعاملين في على الموسم التسويقي وتم حل جميع المشاكل العالقة بشأن المواسم السابقه. واليوم احنا افتتحنا المواسم في المنطقه الوسطى والجنوبيه منذ اكثر من 10 ايام، اعلن السيد وزير التجاره افتتاح الموسم التسويقي وبدا الملاكات الفنيه والاداريه للشركه العامه لانتاج الحبوب باستلام
كميات كبيرة من الحنطة المسوقة في محافظات الوسط والجنوب، والموسم التدليقي يجري على بشكل على وتيرة متصاعدة. واليوم السيد رئيس الوزراء وحضور السيد وزير التجارة ومدير عام الشركة العامة لإدارة مواد الغذاء تجارة الحبوب تم افتتاح الموسم التسويقي في محافظة الأنبار، وهو إذانا ببدء الموسم التسويقي من المناطق الغربية على أن تصل تباعا إلى محافظات بنية كردستان. طيب سيد محمد، تحدثت على أنه اليوم هذا الموسم لربما هو موسم مختلف، تقريبا ايش قد تتوقعون الموسم التسويقي كمياته لربما إلى أي رقم ستصل؟ وزارة التجارة دائما تعتمد في أرقامها على الموسم التسويقي على ما يردها من الخطة التسويقية أو الخطة الزراعية في وزارة الزراعة، وتعتمد بكيفية مخازنها ومراكزها التسويقية على ما تعلنه وزارة الزراعة وهناك لجان مشكلة مع وزارة الزراعة لحصيلة الموسم التسويقي. لذلك المقدم لهذا الموسم يصل الى 6 ملايين طن من الحنطه المحليه، وهو رقم كبير جدا، واتوقع ان يزداد عن هذا الرقم. احنا فيما يخص عملنا لوزاره التجاره على استعداد تام لتلبيه كل الكميات المسوقه. المخازن مهيئه؟ نعم. تعرفين جنابك والاخوه المشاهدين بان وزاره التجاره لديها الخبرات المتراكمه بشان استلام كل الكميات المسوقه، وبالتالي فان مخازنها والمراكز التسويقيه على استعداد لاستلام كل الكميات المسوقه، ولدينا تنسيق في هذا الجانب مع الحكومات المحليه والساده المحافظين والشركه العامه لتجاره الحبوب. حتى تشكيلات هذه الوزاره أعدت خطة وهناك اجتماعات متواصلة للجنة التسويقية العليا التي تضم الجمعيات الفلاحية، الأمن الوطني، إقليم كردستان، وأيضا دائرة الرقابة التجارية، فضلا عن الأقسام المعنية في الشركة لغرض الاستعداد الأمثل لاستقبال الكميات المسوقة. وكما قلت الاستعدادات جارية في جميع المحافظات، وعمليات الاستلام المحصول جارية أيضا في محافظات الوسط والجنوب. طيب استاذ محمد، نرحب بك مره ثانيه في على المكشوف. الحقيقه يعني رئيس الوزراء اليوم اكد انه يعني المستحقات الماليه للفلاحين ستكون جاهزه، يعني اكو تخصيصات ماليه. كيف ترون هذا الموضوع؟ يعني فعلا احنا جاهزين اليوم انه نسدد الفلاحين؟ نعرف بالسنوات السابقه غالبا ما يبقى الفلاح يطلب ويعني تصير اشكالات ماليه بهذا الموضوع. حقيقه هذا الجانب تم تأمينه بشكل جيد جدا. نعم. والشركة العامة لتجارة الحبوب ووزارة التجارة تلمت كدفعة أولى 500 مليار دينار عراقي تمثل وجبة أولى من مستحقات الفلاحين. وفي محافظات الوسط والجنوب تم تأمين كل المستحقات، وخلال 48 ساعة منح الفلاحين مستحقاتهم في حال اكتمال المعاملة الخاصة بعمليات التسويق. نعم. يتم تشييد الفلاحين، وأطلقنا في محافظات الوسط والجنوب مستحقات الفلاحين. نعم. الموسم الماضي كان الموسم ناجح من حيث المستحقات وذبحها والتزام الحكومة بتأمينها، وتم تأمين كل مستحقات الموسم الماضي ودون أي مشكلة تذكر. الآن دخلنا الموسم ووزارة المالية خصصت وجبة أولى مقدارها 500 مليون إلى المسوقين محصول الحنطه، وحقيقه بدانا بالفعل بتسليم هذه المستحقات، والامور لا يوجد اي مشكله في هذا الجانب، بل على العكس هناك سياده كبيره. نعم. وهناك تعاون بين الفلاح واجهزه وزاره التجاره في المحافظات. موضوع المستحقات لا يمكن ان تكون مشكله للموسم التسويقي، كل الامور في هذا الجانب تم معالجتها بشكل جذري ومن خلال تخصيصات وزارة المالية إلى وزارة التجارة. نعم. ممتاز. طيب أستاذ محمد، إحنا نعرف يعني هو محصول الحنطة عالميا هو محصول استراتيجي له علاقة حتى بالأمن الغذائي للمجتمعات. اليوم إحنا بالعراق يمكن من نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، هذا شيء يعني جيد، لكن
آخر مرة استوردنا وأنتم وزارة التجارة، يعني آخر مرة استوردنا فيها الحنطة أو حتى يمكن الطحين يعني من الخارج كوزارة، يمكن السنة الماضية أو قبلها، نريد نعرف مثلا شو وقت آخر مرة خلص بعد ما نحتاج نستورد يمكن بالمستقبل والسنوات السابقة شلون كان؟ جهود الحكومة العراقية الآن والبرنامج الحكومي وأيضا الخطط وزارة التجارة هو تأمين ووزارة الزراعة هو تأمين كل ما يحتاج العراق من مادة الحنطة، وبالتالي الحكومة منذ عامين تولي اهتمام كبيرا بموضوع المياه وموضوع الأسمدة، وسيد رئيس الوزراء أعلن في الأنبار اليوم أنه معالجة جميع مشاكل ما يتعلق بالفلاح من الأسمدة ويتم إنتاجها عن طريق المنتج المحلي، وهذا يعني بحد ذاته تطور لافت، مشكلة كبيرة ما يتعلق بالأسمدة. بالجانب الآخر التحقيق الأمني الغذائي يعني يتعلق بتوفير مادة الحنطة من خلال النظرة إلى ما يحصل بالعالم من تطورات أمنية وتطورات تتعلق بمشاكل تتعلق بالحبوب وأزمة الحبوب العالمية. اليوم العراق العام الماضي في مأمن كان عندما نجح الموسم التسويقي أن يأمن 5 ملايين والتسميد 1000 طن، لكن في العام الذي قبله كانت لدينا مشكلة كبيرة بأن الموسم التسويقي كان قليل جدا ووصل إلى عتبة 2,800,000، بالتالي الوزارة استوردت حنطة استرالية. عفوا المليونين مليونين و300 هذه بأي تاريخ يعني السنة الماضية؟ يعني مو العام مو الموسم الماضي، الموسم القبل قبل يعني نعم 2022. نعم نعم اضطرينا حتى نأمن البطاقة التمويمية إلى مستحقيها، اضطرينا للتعاقد بشراء مادة الحنطة بشكل مستعجل، والحكومة الحالية حال الإعلان عنها تم معالجة نقص الحنطة في مخازن وزارة التجارة. نعم يعني نتوقع أنه هذه السنة أيضا ماكو استيراد، ما راح نحتاج. احنا تحدثنا أنه عندنا 2,000,000 طن فائض عن الموسم الماضي، وأن مخازننا تحتوي على خزين يصل إلى عتبة 1,000,000,000. احنا في حال استمرارنا بتجهيز البطاقة التمويلية ووصول عتبة الموسم إلى 6 ملايين احنا مؤشرنا يصل إلى ملايين. أيضا ممكن يبقى عندنا بوار للموسم اللي بعده بالتأكيد. ممكن أيضا يكون بوار للموسم الماضي، وإحنا حقيقة العراق في طريق تحقيق الأمن الغذائي لمادة الحنطة. نعم. ويعني هذا أن العراق من البلدان المنتجة لمادة الحنطة والتي تعتمد على ما يتم إنتاجه محليا، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير جدا يسجل للزراعة العراقية ويسجل للحكومة العراقية اهتمامها بقضية الزراعة لمادة الحنطة ونجاح الموسم التسويقي، وبالتالي الدعم الذي توليه لوزارتي الزراعة ووزارتي التجارة إنما هو يأتي لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية حاجة المواطنين ضمن البطاقة التمويلية أيضا، وقد تحتاج هذا الموضوع إلى الطحين التجارة الصفر الذي يوزع في السوق المحلية. نعم إحنا نشكرك المتحدث باسم وزارة التجارة السيد محمد حنون، شكرا لوجودك ويانا.